طبعا بعد كل فشل لمنتخب مصر او اي منتخب عربي بتحصل خناقه، مدرب محلي ولا مدرب اجنبي، وبما اننا كده يعني في رحاب المونديال فقلنا نشوف الموضوع ده على ميزان كاس العالم، هل المدرب الاجنبي احسن ولا الوطني؟ تعالوا نشوف معانا. السلام عليكم. كده مفيش ولا منتخب في تاريخ كاس العالم قدر يفوز بالبطوله بمدرب اجنبي، كله محلي يا باشا. من 21 بطل لكاس العالم 20 مدرب محلي فاز بيه، ومدرب وحيد في تاريخ البطوله قدر يفوز بيها مرتين، وهو السيد فيتوريو بوزو في 34 و38، في حين ان كان اكبر انجاز للمدربين الاجانب في كاس العالم هو الوصول للمباراه النهائيه، ودي حصلت مرتين. الاولى لما المدرب الانجليزي جورج راينر قاد السويد لنهائي 58، وكانت السويد وقتها البلد المستضيف. المرة الثانية لما النمساوي إرنست هابل وصل بهولندا لنهائي 78 في الأرجنتين. فهتلاقي بقى كل المنتخبات اللي مرشحة للفوز بكأس العالم السنة دي مهما كانت حظوظها قررت إنها تدخل البطولة بمدرب محلي، ما عدا بلجيكا اللي بيدربها الإسباني روبرتو مارتينيز وخرجت بدري. اما باقي الدول بقى اللي معينه مدربين اجانب هم قطر والاكوادور وايران والسعوديه والمكسيك وكوستاريكا وبلجيكا وكندا وكوريا الجنوبيه، ومجموعهم 9 منتخبات وكلهم خرجوا برضه. وبالمناسبه اكتر كاس عالم في التاريخ كان مشارك فيه مدربين اجانب هو 2006 في المانيا، وكان فيه 15 مدرب اجنبي، واقل عدد مدربين اجانب في كاس العالم كان مدرب واحد في بطولتين 74 و78. لكن مش معنى ان لحد دلوقتي مفيش فريق فاز بكاس العالم بمدرب اجنبي ان عمرها ما هتحصل، كل حاجة في الدنيا ليها اول مرة، وجايز المونديال الجاي بقى وعليك خير، لكن الموضوع يستحق الدراسة. اشمعنى بقى في كاس العالم المدرب الاجنبي مبيبقاش شغال يا مولانا، وفي البطولات القارية التانية بيفوز بيها عادي؟ لو بصيت للموضوع هتلاقي ان كاس العالم بطولة مختلفة في كل شيء عن غيرها، يعني كام مرة فاز بالبطولة فريق صغير؟ يعني المنافسة دايما محصورة ما بين القروش، البرازيل والمانيا وايطاليا واسبانيا والارجنتين وهولندا وانجلترا وفرنسا، ودول اكتر دول في العالم بتنتج اعلى كواليتي مدربين ولاعبين، فكل منتخب فيهم ليه مدرسة كروية مختلفة بيقدمها مع مدرب متمرس فيها مع جيل قوي. يتبقى بقى الجانب بتاع الوطنية والحماس وفهم المدرب لطبيعة وشخصيات اللعيبة ولاد بلده، ده غير ان من المتابعة كده هنلاقي ان اللعيبة دي بتاعت المنتخبات بتلعب في اكبر اندية في اوروبا، ومع ذلك مع المنتخب بنلاقي اللعيبة بتموت نفسها. واكيد طبعا الفريق اللي بياخد كاس العالم ده بيكون عنده مشروع ماشي بيه. لو بصينا لاخر بطل كاس عالم هنلاقي فرنسا هي اكتر دولة عندها مواهب في اوروبا، عندها 3 فرق بتنافس على البطولة مع مدرب ريزل وبيعرف ازاي ياخد اللي هو عايزه من الماتش زي ديشام خد اليورو وكاس العالم. المانيا قبلها كان عندها جيل خرافي وكان معاهم مدرب كبير زي لوف، ودلوقتي مساعده اللي هو هانز فليك هو اللي ماسك، وبرغم الفضيحة اللي عملها في المونديال السنة دي هيفضل غالبا مكمل لحد ما يجيب اخر التجربة. وما تستبعدش ان البطولة الجاية الالمان بقى يقلبوا رجالة ويعملوا اداء خرافي. وعندك كمان اسبانيا في 2010 في عز جيل برشلونة وكذلك ريال مدريد كان معاهم مدرب كبير ومخضرم زي ديل بوسكي، خدوا اليورو وريحوا سنتين وبعديها خدوا كاس العالم. وعامة من ضمن الملاحظات برضو ان الفريق اللي بيفوز بكاس العالم بيبقى كده فيه علامات قبلها، يا اما فرق البلد دي او مدرستهم في الكورة بتبقى مسيطرة، لعبتهم محتلين بقى الدوريات. يعني بص كده على اللي بيفوزوا مفيش مفاجآت، فرنسا اسبانيا المانيا ايطاليا البرازيل، كل دي اسباب بتخلي المدرب الوطني او يعني المحلي بتبقى كفته ارجح في كاس العالم. بس مش من الاسباب دي ان المدرب الاجنبي هيفوت لبلده لو لعبها، الكلام ده نقوله عندنا هنا في الدوري المصري، لكن كاس العالم حاجه تانية وبيقول لنا حقيقه عظيمه ان المدرب الاجنبي لما بيقابل بلده بيقصوا عليها زي علي معلول كده مع الاهلي. عندك مثلا الفرنسي الحليوه برونو ميتسو علم على بلده في افتتاح كاس العالم وهو حامل اللقب وغلبهم بالسنغال، لكن الكبيره بقى كانت من نصيب الاسطوره اوتو جلوريا، ده بقى اسطوره في الجحدان. سنه 66 البرازيل كانت بتحلم ان هي تفوز بكاس العالم للمره الثالثه على التوالي، لكن يقوم عم جلوريا بقى يخرجهم مع البرتغال من دور المجموعات بعد ما غلبهم 3-1، ومسك الختام بقى مع البرنس وليد الركراكي اللي عمل مع المغرب اللي ما قدرش عليه رينالد وخليلوزيتش، انه يوحد نجوم المغرب ويخلي كل واحد فيهم يطلع افضل ما عنده، وهم وصلوا لدور الثمانية وخلونا كلنا فخورين بيهم، ويا رب نصرهم على مين يعديهم. بس طبعا كل الكلام ده مش لينا، يعني انت لو مستني في الاخر ان انا اقول لك مثلا نصيحة او فاكرني هقول لك نجيب مدرب مصري وبتاع، احنا لا عندنا مدربين مؤهلين ولا لعيبة عندهم اساسيات، بس احنا نمشيها دعاء لحل الله يسترك، وعلى وضعنا يا باشا. سلام.